مرحبا بكم فين ما كنتو. ما تنسوش ديروا لايك الفيديو وتشاركوا في القناة باش تشجعونا ونستمروا ويصلكم كل جديد. اخواني اخواتي الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ابو ريان للاعلان. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، دائما في تمام الصحه والعافيه. مرحبا بكم كاملين ومرحبا بخوتنا جداد اللي التحقوا معنا. الا كنتو حتى نتوما اخوان اخوات اول مره غادي تشاهدوا القناه، ما عليكم الا تشاركوا معنا، فعلوا زر الجرس باش حتى نتوما توصلوا بكل ما هو جديد. اذا اخوتي الاعزاز، كيف ما تشوف اول في العنوان ديال لا فيديو، دونك غنشارك معكم ان شاء الله عناوين دي زيميل ديال دي سوسيتي اللي توصلت بهم عبر البريد الالكتروني. دي زيميل اللي غيمكن لكم انكم تصيفطوا لهم لي سي في ديالكم، شركات مختلف المدن مختلف التخصصات، اللي بغى يدوز ستاج، اللي بغى يخدم اي مهنه اي تخصص عندك ولا اي مجال، اولا كتزاول اي حرفه، فيمكن لك انك تصيفط الطلب ديالك عبر البريد الالكتروني ديال هاد الشركات اللي غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله في هاد لا فيديو. اذا بالنسبه للبريد الالكتروني ديال الشركه الاخوان، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، غادي تلقاوه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. الوغ حاجه اخرى بالنسبه يعني بغيتي تعرفوا يعني لادريس ايميل ديال اش من شركه، فيعني ما لقيتش كيفاش انني نحط لكم الاسماء ديال الشركات، فانتوما غادي ديروا واحد الطريقه. الوغ نديروا في مثال هاد لادريس ايميل الاولى، غادي نمشيو لجوجل باش نبحثوا عليها ونشوفوا الشركه او التخصص ديال الشركه شنو هو. هذه لادريس ايميل، غادي نحيدوا هاد الاروباس، نوريكم الطريقه. نحيدوا الاروباس gmail.com، نحيدوا هاد ريكروتمون، غادي تبقى لينا السميه ديال الشركه. غادي نديروا ريشيرش، هنا غادي يطلع لينا الاسم ديال الشركه والتخصص ديال اونتربريز، الاسم ديالها بيزبات كونسلتينغ. الوغ هادي المجال ديال الكونسلتينغ كاينه في مدينه طنجه، هادي لادريس ديالها، دونك انا كاينه في طنجه، يمكن لكم تبحثوا ليها، كاينه ايضا في لينكدين. غادي ديروا واحد البحث ديالكم وتعرفوا التخصص مزيان ديال الشركه شنو كتخدم. غادي نمشيو في مثال هادي نفس الشركه، غادي نمشيو في مثال هاد لادريس ايميل، بلاتي نمشيو هادي ديال اي ماركت ديريكت، كاينه جي ام سوليسيون. نشوفوا هاد جي ام سوليسيون، هادي شركه نفس الطريقه. غادي نحيدوا هاد بوان كوم، نحيدوا هاد جوب اروباس، وغنديروا ريشيرش. الوغ جي ام سوليسيون ها هي عطاتنا البحث ديالها، فيمكن لكم تدخلوا تقلبوا على هاد الشركه هادي. دونك هنا كما كتلاحظوا راه حاطه لي زوفر ديالها في emploi.ma، الموقع اللي ديجا شرحته لكم. الشركه ايضا كاينه في مدينه طنجه، جي ام سوليسيون. فوالا نديرو فيش ديدونتيتي ديال لا سوسيتي، غادي ندخلوا ليها ونشوفوا المعلومات ديالها بالضبط. هذا لادريس ديال الشركه كما كتلاحظوا هنا. لاكتيفيتي ديالها مختصه في لي طرافو دي كونسلتينغ او ماركتينغ انفورماسيون انفورماتيك عفوا، اكسكلوسيفمون ديستيني ا لترونجي. بون هادي لادريس ايضا الثانيه اللي بغا يبوستي لها ايضا في نفس لادريس، يعني ماشي نفس لادريس عفوا، اللي غنبارطاجي معكم. هادي ادريس ايميل ديال شركه اخرى، وهذا رقم التليفون اللي بغا يتواصل معاهم. الوغ نتوما شنو غديروا الطريقه الخوت، غادي تبوستيو نتوما في لي زادريس كاملين، وغادي تحددوا فلوبجي ديال الرساله، غتكتبوا لو بوست اللي بغيتو تخدموا. نديروا على سبيل المثال بغينا نصيفطوا لهاد الشركه. الوغ غادي ندير كولي لادريس ايميل. شي واحد الملاحظه خوت، نقطه مهمه، ما تصيفطوش لجميع لي زادريس في نفس الوقت، ما تصيفطوش في لي زادريس ايميل كاملين يعني في دقه واحده. حاولوا تصيفطوا لي زيميل ديالكم واحد ايميل بايميل، ما تصيفطوش كلشي يعني في مجموعه واحده، من الاحسن. هنا في لوبجي ديال الرساله، دونك هنا غادي نكتب كانديداتور، راه يمكن لكم طب نفس الطريقه تطبقوها من خلال الحاسوب او من خلال الهاتف. فوالا كانديداتور بور لو بوست. فوالا غادي ندير واحد النقط اولا، ندير سلاش مثلا، نديرو انفورماتيسيان
على هذا الشكل هذا. وهنا في لوبجي في المضمون ديال الرساله غادي نمشيو نجيب واحد واحد لاليتر، واحد الرساله قصيره، رساله تحفيزيه غادي نجيو انا واحد حتى هي. ضروري ما تصيفطش السي في بوحدو، ما تصيفطش واحد الايميل اللي يكون فارغ. راه نخلي لكم واحد لو موديل، راه ديما كنخلي لكم الخوت في صندوق الوصف. الو غادي نمشيو لصندوق الوصف اسفل الفيديو، انا غنلقاو هاد لاليتر هادي، غادي نديرو ليها كوبي على هاد الشكل هذا. غادي نرجعو للجيميل، فوالا غنديرو لها كولي كما كتلاحظو هنايا. انا ظهرت لي بهاد الشكل هذا، دونك الكتبه لو فون ديالها بالنوار لان درت لها كوبي كولي، دونك نتوما مهدرش ليكم بهاد الشكل هذا. الا صيفطتو من تليفون غنكتب لا سينياتور ديالي لتحت، لتحت كنكتب السمية و كنكتب نيميرو التليفون. و كنكتب لادريس ايميل. أو جيميل. واكم. فوالا. دونك كنكتب لا سيناتور ديالي هنايا، سمير كنيا، نيمو تيليفون، لادريس ايميل، و كنجوانيو لو سي في. دونك كنوضح لكم المسألة مزيان باش اللي عندو شي مشكل ما يعرف كيفاش يصيفط الايميل يعني بشكل صحيح، و باش الطلب يكون ان شاء الله مقبول. هادي الطريقة باش ترسلو لي سي في ديالكم الخوت. فوالا غادي نديرو هاد لو موديل هدا. دونك انا جوانيت لو سي في على هاد الشكل هذا، ونمشي نجيب لا ليتر دو موتيفاسيون حتى هي الا كانت متوفره بطبيعه الحال. ما كانش غادي تحط غير لو سي في. فوالا نحط ليتر دو موتيفاسيون، عفوا انا حطيت سي في دو فوا. الو غادي نقلب على لا ليتر دو موتيفاسيون، ليتر دو موتيفاسيون. فوالا هي واحد لا ليتر، وانا حطيت هاد لي موديل ديال لو سي في كما كتلاحظوا. هادي هي الطريقه باش نصيفط واحد الكونديداتور اللي ان شاء الله تكون مقبوله، والمشغل يعني يعطيها واحد الاهتمام اللي هو مزيان. هادي كونديداتور بالنسبه للناس اللي بغاو يخدموا. بالنسبه اللي بغيت ندوز ستاج، بالنسبه اللي بغيت ندوز ستاج غادي نكتب كونديداتور pour un stage الشكل هذا. وهنا غادي ندير واحد سلاش، ندير في مثال دون لو بوست في مثال سكرتير. على سكرتاريا المهم نتوما شوفوا على حساب كل واحد والدومين ديالو على حساب. دونك هذه بالنسبه للستاج. غادي جواني لو سي في حتى هو كيف ما قلت لكم، ذكرت لكم سابقا، غادي نحط لكم واحد لا فيديو نشرح لكم كيفاش تصايب واحد لو سي في بالنسبه اللي بغى يدوز ستاج، و ترسلوا طلب مباشره تكليكي على اونفوي، وتمشي لعاوتاني لادريس ايميل المواليه حتى هي نفس الطريقه. تجواني لو سي في لا ليتر دو موتيفاسيون، تكتب هاد الرساله، تمشي لادريس ايميل الثانيه الثالثه عاوتاني، وتطبقوا نفس الطريقه حتى تكملوا هادشي كامل. دونك الا كان الطلب ديالكم ان شاء الله مقبول. بالنسبه للشركه راه تواصل معكم، كاينين بعض الشركات اللي عندهم فروع بمختلف المدن المغربيه، فكل ما عليكم انكم تبحثوا على الشركه كيف ما وضحت لكم في اول فيديو عبر جوجل، وترسلوا الطلب. اللي بغى يصيفط طلب مباشره السي في ديالكم راه في المدينه، الا كانت الشركه عندها فرع في المدينه ديالكم فراه غادي يتواصلوا معكم ان شاء الله تمشيو دوزو لونتروتيان، ونتمنى لكم التوفيق. اذا خوتي غادي تلقاو هاد لي زادريس كاملين غنخليهم لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو. حاولوا تصيفطوا الان لي سي في ديالكم، نتمنى لكم التوفيق والله يسهل الجميع، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد واعلانات جداد. ما تنساوش تشاركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس وبارطاجيو قدر الامكان باش كلشي يستافد، وما تنساوش واحد اللايك باش الفيديو يبان للناس جداد وتعم الفائده. خوتي تبارك الله عليكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.